مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، واهلا بيكم حلقه جديده من برنامجنا يومين وبس. ضيفنا النهارده مثير للجدل، متميز ومتفرد. متميز بعدد بلاغاته وقضاياه، ومتفرد لان البعض اطلق عليه سمير بلاغات، والبعض ايضا اطلق عليه الباحث عن الشهره من وراء مشاهير الفن والسياسه. ضيفنا النهارده الاستاذ المحامي الشهير أستاذ سمير صبري. نلتقي بعد الفاصل نرحب بضيفنا. رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، ونبتدي حلقتنا النهاردة مع ضيفنا المحامي الشهير والكبير الأستاذ سمير صبري. أهلا بحضرتك ومشاهدينكم جميعا. أهلا بيك يا فندم، منورنا النهارده. الله يحفظ حضرتك، الله يخليك. أنا بس هستأذنك إن إحنا لينا طقوس كده في الحلقة، إن حضرتك هتحلف في القسم بتاع برنامج يومين وبس. أوي حاضر. فاستأذنك اتفضل. أقسم بالله العظيم بأن أكون صادقاً في كل إجاباتي وتصريحاتي وكل ما أقوله في البرنامج، وأكون مسؤولاً عن كل ما يصدر مني من إجابات. نبتدي بقى حلقتنا النهاردة بعد حلف القسم. في حقيقة أستاذ سمير إحنا كلنا بنهرب منها، يعني حقيقي، ودي دايما أنا بحب أقولها، لأن إحنا بشر طبعا، والخوف ده بيبقى جوانا، حقيقة الموت أو الرحيل. يعني فكرت إنك يعني الموضوع ده لو جه قدامك أو حد كلمك فيه بتخاف منه؟ أكيد لأ. لأنه ده هيحصل هيحصل، والواحد فينا أول ما اتولد نزل بورقة فيها رزقه وعمره، وبينتهي في التاريخ المحدد، وينتهي بورقة اللي هي تصريح الدفن. فكل حاجة فعلا لكل أجل كتاب. طب لو قدامنا يومين وبس، أيوة، يعني لو قدام حياتك يومين وبس، طبعا ربنا يديك طول العمر، ايه القرارات اللي ممكن تاخدها في يومين وبس؟ بص، انت حلفتيني، وعشان نتكلم معاك بصدق جدا، انا مش هقولك زي كل الناس ما بتقول، يعني حزور اهلي وحجري اوصل الرحم وحصل لي، لا الحمد لله بفضل الله انا متوقع ان انا اموت في اي لحظه، لا بعد الشر. وبرضه لازم تعرفي حضرتك يا استاذه ان انا دلوقتي فوجئت من كام يوم ان انا عندي 71 سنه، يعني المتوسط الطبيعي لهذا الجهاز 75 سنه. يا ربنا يديك الصحه. لا، ما هي يعني انا برضو مختلف مع حضرتك في ربنا يديك الصحه. اصلها اعمار العمر. يعني احنا هي مكتوبه. مهما ندعي هي مكتوبه ومعروفه، وامتى وازاي وفين. فاقول لحضرتك انا عارف كويس جدا، وكل ما يوجبه عليا ديني بفضل الله قد أكون مقصر، إنما في وجهة نظري أنا بأدي كويس. ولكن إجابة سؤال حضرتك في 48 ساعة تعمل إيه تاني؟ أنا بس عايز أسألك سؤال ومش هقطعها، حضرتك ماسك القلم ليه؟ لأن إحنا متعودين على الكتابة، ودايما من ضمن اللازمة بتاعتنا القلم يبقى موجود في إيدينا. طيب أنا أستأذنك بس عشان أنا حاسة إن القلم متوتر، ممكن يعمل لك توتر. هو القلم اللي هيعمل لك ده، من غير القلم التوتر. فأنا أقسم لحضرتك بالله هرد عليكي بصدق جدا. اتفضل. في 48 ساعة دول اللي هعمله الآتي: حسيل كل أموالي، هبيع عربيتي، هبيع ساعتي، كل حاجة. هتسيلها ليه بقى؟ هحولها لفلوس. حتى أجنب أمي، مراتي، أولادي، أحفادي المشاكل اللي أنا شايفها على مدى 44 سنة في مهنتي، اللي بتنجم بعد الوفاة. مشاكل رهيبة جدا عن الميراث. دي ما فيهاش
ما بيختلفوش ولاد الناس او ما بيختلفوا ما اعرفش ايه اللي صفاتهم ايه، لا، على مدى ال 44 سنه انا شفت كل الناس بمجرد ما الجثه تنزل تحت الارض يبدا الهمز واللمز، بعديها باسبوع يبدا الخلاف. يعني حضرتك شايف ان الانسان يبدا يوزع ميراثه في حياه، يعني في يعني وهو عايش؟ هنا هنختلف مع حضرتك. لان هو مش هيوزع ميراثه، لان ميراثه ده بعد ما يموت امواله تصبح ميراث، انما هو هيوزع امواله على حياة عينه، لان في حال حياته. لان احنا لو قلنا هيوزع ميراثه هتتعارض مع الشرع، يبقى لازم مع الشرع. وتلك حدود الله فلا تقربوها. اوعى تهزر او تلعب في الناحية دي. فالفرق ما بين انا هوزع ثروتي او اموالي عن هوزع ميراثي. طب ما حضرتك كده يعني يعني تسمح لي اقول كده، ما كده هربت من الميراث الشرعي؟ ما انت كده كده على اساس دخلت مدخل تاني انك هتوزعه بما يترأى ليك، مش تبع الشرع بقى. وده ربنا حله ليا، لان ده مالي، حال حياتي، اتصرف فيه كيفما شئت. وانا مش ههرب من حاجه، لان حدي لكل ذي حق حقه. ولكن هتبقى منظمه. بمعنى لو انا عندي عماره هبيعها، ليه؟ عشان ما يختلفوش مين ياخد الدور اللي فوق ومين ياخد. وده فعلا بيحصل، دي المشاكل، مشاكل كبيره. وده عندي فيلتين انا شخصيا، عندي فيلا مثلا في مراسي وعندي فيلا في مارينا. الولد والبنت هيتخانقوا مين ياخد دي ومين ياخد دي. لا انا اخد هناك، لا انت تاخد هنا، لا انا هبيعها خالص. حياتك عارف ان البرنامج ده ربنا يديك طول العمر هيبقى موثق بالكلام اللي انت بتقوله. يعني انا عندي كذا، فهم عشان ما يتخانقوش بتفكر في اسرتك فيما بعد، ربنا يديك الصحه. لا انا ممتد لامي مش لأسرتي. يعني أنا هيبدأ توزيع ثروتي من الأم، الأم الوالدة، ثم يعني الزوجة، ثم الولد، ثم أحفاده، ثم البنت، ثم أحفادها. معايا حضرتك؟ ولو فاض حاجة من ثروتي هتبرع فيها لدار بتاع الطفل، أطفال علاج طفل سرطان، يعني مستشفى محددة. لأني بثق فيها ثقة عمياء، هي دي اللي هحط باقي ما قد يتبقى أحطه تبرع مني في هذه المستشفى. طيب خلينا نخرج شوية من موضوع الميراث. هتعتذر لمين في يومين وبس؟ أمي. ليه؟ ممكن أكون نسيت حاجة، ممكن أكون قلت لها كلمة وأنا لا أعني، ولكن خدتها بحساسية. فلازم قبل ما اختم اروق ورايا كويس قوي. اسالها نسيت حاجة ازاي؟ انت بتفكر فيها في اول واحدة في حياتك بتفكر فيها. هو اقول بقى يعني، متحرك سالتني بقى السؤال ده. ممكن اقول يعني ممكن اكون بتكلم معاها وقالت لي حاجة، قلت لها عملت لها كده، فبقت يوم اوفن. طب وفي محيط حياتك العامة المهنية والعامة في الحياة العامة؟ أؤكد لك إن شاء الله كمان لله وحده. أنا ما بزعلش حد. يعني ما فيش حد غلطت في حقه مثلا حسيت إن أنت يعني عاتبت نفسك بينك وبين نفسك، لا أنا غلطت فيه، لا أنا حقيقي والله لا ما فيش. طيب إحنا كلنا عدينا بتجربة كانت صعبة جدا على العالم كله، وباء كورونا. كلنا كنا مهددين، يعني حاسين بالتهديد وقاعدين في بيوتنا محبوسين وقلقانين ومش عارفين بكرة هيحصل إيه. في الفترة دي حسيت بإيه يا أستاذ؟ حسيت باللي أنا هقوله لحضرتك. كل اللي وفكرت في إيه؟ حسيت بإيه وفكرت في إيه؟ كل اللي خافوا وكل اللي قعدوا في الدواليب وقعدوا جوه البيت وقفروا عليهم 4 شهور وخمس شهور، أؤكد لك إيمانهم ضعيف جداً. بيصلوا، بيصوموا، بيقروا. ليه؟ ربنا قال لا ترموا بأيديكم إلى التهلكة. ما هم مش هيرموا بأيديهم إلى التهلكة. ولكن الأعمار واحدة والربنا كاتبه هيكون. لا ولكن بس في حديث عن سيدنا النبي، معلش، يعني لما كان في طالعين غزوة أو هم بيغزوا مدينة معينة انتشر فيها الوباء، أمرهم بالرجوع. مظبوط. يعني أتجنب. أتجنب، هم قعدوا في البيت عشان يتجنبوا الوباء. إنما ما عش في دور
ان ده اللي هيموتنا، الشنطه بلاستيك تتغسل، الوهم بقى اللي كانوا عاملينه حوالينا دي كلهم من ضمنهم اخواتي يعني مثلا. لا، كل الناس كل اللي ربنا رايده هيكون هيكون، ولكن انت خد الحيطه ويعني اتبع التعليمات، ما تمشيش ورا اهوائك. طب ما فكرتش في الفتره دي اللي هي فتره من شهر 3 تقريبا لغايه شهر 5، هي دي كانت فتره فيها قلق، ما فكرتش ان انت عملت دعوه مثلا وظلمت حد بدعواك وافتكرته في التوقيت ده؟ لا يعني لا. عمرك ما ظلمت حد؟ اعتقد انا بتكلم مش على المستوى الشخصي، انا بتكلم على المستوى الشغل والمحاماه وكده، كنت قاسي؟ طب ما فيش حد كنت قاسي عليه شويه؟ لو اتكلمنا في مجال المحاماه انا قاسي جدا في خصومتي. يعني مين بقى؟ مين اللي قلت ايه ما كانش يعني كان ممكن الموضوع يبقى اسهل من كده؟ لا ما اقدرش اقول، انا ما اقدرش اقول كده. لا احنا عايزين نعرف. لا مش هقول لحضرتك، انا ما اقدرش اقول لنفسي كده. ليه مش بتعاتب نفسك؟ لا اعاتب نفسي، ده شغلي، ده دوري. لا دي بس في ناس، ده خصمي. بس في ناس كتير قوي ممكن بينهم وبين نفسهم يعني يقول لك لا انا ظلمته، انا شديت عليه، انا قسيت عليه، يعني ما فيش الاحساس. اعتقد انا لو وصلت للفكر ده يبقى انا قصرت في حق موكلي. فعلا قصرت لي. طب ليه؟ لان انا ما ظلمتش خصمه، بالعكس انا اديت واجبي على اكمل ما يكون حتى تصل حقوق موكلي. خلينا نشوف طيب الفيديو ده نعلق عليه. كل تعليقك ايه على الصوره دي؟ ليه قدمت بلاغ ضد محمد رمضان؟ وايه سبب البلاغ؟ هل لانه زي ما انت قلت انه بيستهتر بالاجراءات الاحترازيه لمواجهه الكورونا واهانه الدوله؟ ولا انت قلت بقى محمد رمضان يجي هو كمان بقى؟ يعني اشمعنى محمد رمضان مش قدم فيه بلاغ؟ حضرتك هنا في أحد اللقاءات اتكلمت عن الفنان محمد رمضان، وكان ساعتها يعني فترة كورونا، كان متصور ضمن مجموعة من، واتهمته بالبلطجة والأعمال، مش هو شخصيا، أعماله يعني فيها بلطجة وكده. إيه تعليق حضرتك على الفيديو؟ تعليقي أنا كده ما ظلمتوش، أنا قلت حقيقة في العمل اللي بيقدمه، ولذا أنا كنت حريص أقول في عمله، انما في سلوكياته انا ما عاشرتوش، يعني ما تعاملتش معاه عشان اقول سلوكه واخلاقياته ايه. ولكن هو وجد في اعمال، معلش انا حضرتك ما بعتبرهاش اعمال فنيه، لان العمل الفني رساله، واي عمل ما فيهوش رساله ما يبقاش فني خالص، ما يبقاش عمل فني. استاذ سمير، ليه دايما انا يعني دايما الناس بتشوفك بتتكلم على الثوابت الأخلاقية والثوابت الأخلاقية في الفن والوطنية في السياسة، ليه دايما يعني ناس تقول لك طب هو حامي حمى الثوابت؟ يعني ليه دايما حضرتك بتتكلم على ده؟ يعني زي ما لسه بنتكلم على محمد رمضان على أساس إن هو بيعمل أعمال في طبعا ليها نسبة مشاهدة وليه جمهوره، ففي دايما تحس إن حضرتك مثالي في يعني ما احنا يعني مش عارف، اكيد في المجتمع في درجات في المجتمع وطبقات، فليه حضرتك دايما بتتكلم في الثوابت؟ انا بتكلم بصفتي الشخصيه. انا لا اتحدث عن مجتمع. انا ماليش دعوه، انا مش وكيل عن البشر. حامي حمى الثوابت. لا يا فندم، حامي حمى الثوابت اللي بتاذي مشاعري. ولذا لما انا بتقدم ببلاغ بقول مقدمه لسيادتكم المواطن والمحامي سمير صبري. المواطن قبل المحامي. انا ماليش دعوه بالناس، ولكن اللي انت بتقدمه بيمس مشاعري، بيمس اخلاق احفادي، بيمس اخلاق ولادي، فمن فضلك العمل ده مبتذل. انا ليه بقول لحياتك كده؟ لان كم البلاغات اللي مرفوعه من يعني طبعا حضرتك عارف يعني يطلقوا عليك اسم محامي البلاغات، سمير أيوة. البلاغات ايوه اولا احنا عايزين نعرف كم بلاغ قدمته على الفنانين، يعني على كم حد اخر بلاغ انا قدمته امبارح؟ وسياسيين مش فنانين، فنانين وسياسيين كله ما انا قلت سياسيين كله. 3212 بلاغ. طب ودول بيبقوا يعني بيستمروا الدعوة بتستمر ولا طبعا في بينزلوا محاكمات وفي ناس بتتحكم حكم عليها وفي ناس قضايا بتحفظ وفي اكيد
أنا دوري انتهى في تقديم بلاغي. طب ما هو البعض قال أستاذ سمير صبري بيعمل كده بحثاً عن الشهرة من وراء المشاهير في النجوم ويعني في الفن والسياسة. رد طيب. حضرتك إيه على كده؟ طب أنا هكمل بس الحتة الجزئية اللي فاتت بتاعت الثوابت. بتاعت الثوابت. أنا بتحدث عن اللي بيمس مشاعري وأراه إنه بيسيء أو يغير في أخلاق أحفادي. أنا ماليش دعوة بحد. اللي يتضايق من لقطة يروح يبلغ. ولذا أنا ببلغ عن شخصي. الحاجة اللي أذت مشاعري وبتحمل أنا مسؤوليتها فيما ليه يتعلق. ليه دايما حياتك يعني أوضحت ده؟ ليه دايما البلاغات بتبقى يعني مرتبطة بالمشاهير؟ يعني مشاهير السياسة ومشاهير الفن ليه؟ ده مردود عليه بالآتي. لأن المشهور لما بيرتكب فعل يتعارض مع الأخلاق ومع الثوابت ومع القيم بتبقى كارثته أكبر. لأنه بيتاخد منه قدوة. فما تعملش أنت كده. فعايز تقول غلطته بتبقى أكبر. أكبر وهو اللي بيظهر على السطح خطأه اللي أنا يديني مادة البلاغ. إنما لو واحد فاسد صغير هعرفه منين عشان راح أبلغ ضده. طب ليه حضرتك برضو يعني قالوا عليك محامي الفضايح؟ في سؤال حضرتك فوتيه وأنا يهمني أجاوب عليه. اللي بيقولوا إن أنا غاوي شهرة. ده مردود عليه بحاجتين. أنا لا تنقصني شهرة. لا حياتك أنا ما فوتوش لأن حضرتك رديت عليه لأن قلت لي إن المشاهير دول بيبقوا هم قدوة فلو عملوا أي غلطة يعني هم تبقى قدوة تبقى محسوبة عليهم تبقى محسوبة فحياتك رديت. لا 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 يا فندم سؤال لا أنا صحي كويس قوي. سؤال حضرتك البحث عن الشهرة. البحث عن الشهرة ومن وراء لا أنا بس كمل حياتك السؤال من وراء المشاهير. تمام. ما هو حضرتك قلت ليه المشاهير ليه بتقدم بلاغات في المشاهير علشان هم أنا لا أبحث عن الشهرة من وراء المشاهير أو الصغيرين أو غير الوطنيين أو الخائنين. أما دورش على الشهرة دي خالص لسبب إجابة ليها شقين. شق الأول إن أنا بقالي 44 سنة محامي فخيال إن أنا ما حققت الشهرة بمهنتي باستمراري 64 ما هو قالوا حياتك حققت شهرتك 44 سنة قالوا حياتك حققت الشهرة دي من ملاحقة المشاهير. أنا بقاليش 44 سنة بلاحق مشاهير. بقالك كم سنة بتلاحق؟ تقريبا 17 سنة. بس كنت مشهور قبليهم بفضل الله يعني. الإجابة الثانية ها من لا يبحث عن الشهرة؟ أي واحد بيبحث عن الشهرة أي واحد اللي بيطلع يغني بيبحث عن الشهرة اللي بيمثل بيبحث اللي بيبحث عن الشهرة هو الناجح. ولكن اللي يتم شهرته هو الفاشل. يشهروه إزاي؟ واحد مرتكب جريمة كبيرة يتنشر عنه في كل حتة أهو بقى مشهور رغم أنه مجرم. فهم الأجهزة هي الرقابية اللي قبضت عليه اللي بتشهره. في نفس الوقت المشهور أو الناجح بيحب يبقى مشهور. أمال هو ناجح يعني ناجح بيبقى مبسوط بيبقى مبسوط بأنه ليه صعب فعل. طب احنا معنا مانشيت نبص عليه ونرجع نعلق عليه تاني. سمير صبري لا أنزعك من تلقيبي بمحامي الفضائح و80% من الزملاء يرفضون مصافحتي. مظبوط. ليه بقى؟ يعني أولا خلينا في الجزء الأولاني. يعني ما بتتضايقش لما حد يقول لك محامي الفضائح؟ اسمه بلاغ هيبقى في فضائح ومش هيبقى اسمه بلاغ لما يبقى في قيم. أي بلاغ وليد فضيحة. قد تكون فضيحة أخلاقية قد تكون فضيحة وطنية. واحد بيخون وطنه فضيحة. فأنت لما بتتكلمي ببلاغ أنت بتتكلمي في فضيحة. طب ليه قلت 80% من زملائي ما بيسلموش عليا؟ لأن أنا يعني أساسا ما بحبش العلاقات المتعلقة بمهنتي. لا السلام يعني السلام علاقته إيه بال الإيه؟ يعني ليه انت قلت 80% من زملائي ما بيسلموش عليا؟ ايوه ليه
لاني انا ما بحبش ادخل الشغل في العلاقات فبيزعله. يعني لما يجي محامي خصم زميل ليا خصم فبيكلمني لصالح خصمه بره المحكمه او في تليفونات ويبتدي يطلب طلب وصولا لمصالح خصمه انا برفضها تماما فبيزعل. فلما نتقابل ويدوش الناحيه الثانيه. يعني هو السبب ان هم يعني بترفض، هم بيرفضوا ولا حضرتك اللي بترفض؟ احنا الاثنين. بس هو مش اجتماعي يا استاذ سامي. ايه حياتك مش اجتماعي؟ اجتماعي جدا جدا وحب الناس جدا جدا، ولكن بس 80% دي نسبه كبيره يعني، عشان كده انا سالتك. قلت في المحامين ما قلتش في المجتمع. في المحامين يعني هنا كأصلاً هنا ما حددتش. لا هم في قلت زملائي. زملائي زملائي المحامين مش الفنانين. هم في زملائي. انما انا لا اجتماعي جدا جدا وحب الناس قوي، اتعامل مع الناس جدا، وعلى قد ما ربنا يقدرني بتعامل مع الناس. بس طبعا هو يعني اي حد ممكن يسمعنا، الزملاء دايما يعني انا الزملاء بيبقوا مقربين ليا في مجال شغلي، بيبقوا مقربين ليا. احنا عشان مجال عملنا كلنا كمحامين بيتعلق بخصومات ومشاكل، فبيبقى علاقه الزماله مش الصداقه. الزماله ساعات كتير بيتجاوزوا حدود الزماله. ان يطلب طلبات وصولا لاغراض مهنته تتعارض مع موكلي ومع اخلاقياتي، انا مش موافق على كده. لما يجي يقول لك بكره ناجل المحكمه مثلا 3 شهور عشان خاطر الموكل بتاعي ظروفه وحشه، لا 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 لا، ما احضر الجلسه عادي جدا ولا اكنه كلمني. لما نيجي طالعين يقول لي ده انا مكلمك امبارح، اقول له انت بتكلم لصالح موكل عندك، وانا عملت كده النهارده، تمسكت بالحكم في القضيه لصالح موكل عندي، فما تخليش موكليننا نتعارض مع بعض. انت حياتك يعني شايف مهنه المحاماه ازاي؟ هل اختلفت؟ يعني حياتك بتقولي انا بقالي 40 سنه 44 ما شاء الله 44 اختلفت؟ كل حاجه اختلفت، مش مهنه المحاماه. كل المهن اختلفت. دليل ذلك لما حضرتك تحبي تروحي لمحامي بتسألي أروح لمين محامي كويس. طب ما تنزلي في نص البلد هتلاقي يفط كتير، اطلعي واقري، درسي واجعني، مين بتاع سنان كويس أو مين سن، تسألي كتير لحد ما يجتمعوا على 2 تنقي انت فيهم واحد. طب ما تنزلي باب اللقمة معلق يفط دكاترة أطباء كتير. فهي النجوم والكبار الاساتذه في جميع المهن ابتدوا ينقرضوا. شأنهم شأن نجوم الفن ابتدوا ينقرضوا. لما تيجي دلوقتي تتكلم عن ام كلثوم، عبد الحليم، لا ده جيل بقى، ده جيل، ده جيل، لا هم كبار مشاهير دول مشيوا خلاص. فطلع دلوقتي جيل اللي احنا بنعاني منه، وانا والاستاذ هاني شاكر شغالين ضد هذا الجيل. اللي ايه اللي بتعملوه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ايه؟ ليه؟ انا اول الكلام قلت لحضرتك الفن رساله. فانت لو ما فيش رساله في اللي انت بتقوله لا يطلق عليك لقب فنان. انسى، ما تبقاش فنان، لان اللي انت بتقوله ما فيهوش رساله. لا بتقوله في فيلم ولا في مسرحيه ولا في اغنيه. طب بما اننا بقى حياتك فتحت الرساله، ولا في فيلم ولا في اغنيه، احنا معانا مانشيت تصريح لحضرتك تعلق لنا عليه برضو. دعوة مستعجلة ضد هاني شاكر لإلزامه بعدم إصدار تصاريح حفلات لمحمد رمضان. طبعا بصفته نقيب الموسيقيين. أحب يعني أنوه لحضرتك إن هاني شاكر من أقرب الأصدقاء إلى قلبي. فأنا لما رفعت الدعوة، رفعت الدعوة ضده بصفته مش بشخصه. عشان مفروض توقف التصريح، لأن هو المسؤول، هو المسؤول عن إصدار التصريح، هو النقيب. طب يا فندم، ما هو في يعني ليه جمهور برضو، يعني لو قلنا حياتك ما بتحبش أسلوب غنائه، في ناس كتير جدا متابعينه وحفلاته بتعمل اعلى الايرادات يعني. وبعدين يعني احنا بنقول الشباب محتاجين ده،
التنطيط على المسرح والديكورات واللبس والحاجات دي بقت خلاص، يعني احنا يقول لك المطرب اللي واقف دلوقتي ما بيتحركش، لا بقت موضه قديمه عايز يتحرك ويجي ويروح. راي حضرتك ايه في النوع ده من ده؟ ده حاجه دي اللي انت سالت حضرتك، ده سؤال كبير بس هو حلو الرد عليه وسؤال قائم جميل جدا. انا برضو قلت ان انا لما بتقدم عن شخصي. اللي انت بتقدمه ده مش عاجبني انا، فانا اللي ببلغ باسمي الشخصي. بيعجب غير انت حرين، بيعجب في المجتمع كله هم حرين. انا مساله ماليش دعوه، ما بتكلمش باسم المجتمع. يعني احنا حياتك بقى يعني الحظ يعني مساعدك عشان حاجه محامي، وممكن اكون مواطن. لا يعني لو في مواطنين تانيين مش عاجبهم محمد رمضان او ما يفعله او تصرفاته يبلغ، لكن مش هيعمل دعاوي. فحضرتك عشان محامي البلاغات ورا بعض هتتحرك النيابه هتحركها، لان حضرتك بتقولي دي من صفتي الشخصيه، يعني البلاغ صفه انا شخصية. حاجه مش عجباني انا شخصيا. الرد الثاني ان المجتمع دلوقتي ما بقاش بتاع الفنان الواقف. لازم تكة تكة ويتنطط ويروح ويجي. وده اللي بقوله لحضرتك، ده هرد حضرتك برأي منطقي. لأن دلوقتي ما فيش فنان بيعرف يقدم الأغنية الطويلة. لا أصل هو بيقولك أنا مؤدي، يعني احنا لو اتكلمنا عن محمد رمضان هو مش مغني، بيقولك انا مؤدي واعترف الراجل في اكتر من لقاء. يبقى احنا يقول انا بغبغان، فاحنا نتعامل معاه انه بغبغان. ما فيش حاجه اسمها مؤدي. نتحفظ يعني لا من غير انا مش متحفظ، انا برد على السؤال. انا بتحفظ على كلمه على دماغي من فوق. بس انا شبهته ببغبغان. هو في اجمل من بغبغان؟ ما فيش اجمل. انا ما اسأتلوش، هو بيقول انا مؤدي. بالظبط، هو مش مغني، مش هيقف يقول يعني اغنيه طويله بقى. ما فيش حاجه اسمها انا مؤدي، مش مطرب يعني. اللي بيقولوها انا مؤدي. لازم انت تحس بالاغنيه، ده انت فنان بتقول. ممكن لازم مش الجيل بتاعك يا استاذ سمير تغنيها هو كمان وجيله. يعني هل حضرتك هتقعد تتفرج على النوع ده من الاغاني؟ معلش يعني احتراما ليك. اكيد لا، لان الجيل بتاع حضرتك مش هيقعد يتفرج على اغاني. ملهاش دعوه بالجيل. لا ليها دعوه. لا انت بتقدم ايه؟ ما انا مش دعوه بالجيل. يعني انا ابني بيقعد يسمع اغاني اللي هي كل ولادنا واحفادنا كلنا كده. انا لو قاعد جنبي في العربيه مشغلها هم خمس دقايق، لا اقفلها، ما بقدرش. تمام، لان كل واحد ليه الجو بتاعه، كل واحد. تمام، لاني حضرتك مش شايفه فيها فن، شايفه لكن هم معجبين بيسمع عشان ما شافش الحاجه الحلوه. لما تيجي تقولي المطرب اللي واقف ده بيغني قصيده، ما تقوليش بقى ده مؤدي. لا، ده المفروض كله يبقى مغني، ما يبقاش مؤدي. والا ان انا اجيب واحد من الفرقه واديله الاغنيه وهوقفه يأديها يقولها زي سلام العالم. لا، انت لازم تقولها. لما اتكلمنا دلوقتي انت شايف الوضع ايه؟ انا قلت لحضرتك في كله. طيب، مفيش حتى في المغنيين حد بيقدم حاجه. ما الجيل اختلف، ده موضوع عايز حلقات. ملهاش دعوه بالجيل، لان الجيل ما بقاش زي الجيل. الجيل دلوقتي بقى عدلي. طيب، على طول على الزبط الموبايل، وقاعد على طول ماسك الانترنت وعمال يقلب. حضرتك ما بتشوف حضرتك؟ لا خروجي. انا بشوف والله، انا معايا يعني يعني حضرتك خروجي مع اسرتك يوم الجمعه عشان كلنا هنتغدى مع بعض، هتلاقي كل اللي على الترابيزه عمال بيشيط. ده ما كانش كمان الام عماله تلعب الشاده ولا اسمه ايه اللي عمالين يعملوه الام قاعده بتلعب برضه. العصر بس، هذا هو العصر. يبقى ما نخرجش. طيب احنا معانا فقره المانشيتات، بس حضرتك هتعلق عليها، بس نخرج فاصل ونرجع تاني. حاضر يا فندم. حاضر، اشكرك. رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، نكمل حلقتنا النهاردة مع ضيفنا المحامي الشهير سمير صبري. نرجع للمانشيتات بتاعتنا وحياتك هتعلق عليها. أنا هخلي حضرتك تقراها، تفضل. المحامي سمير صبري: دفاعي عن تجار المخدرات واجب. مظبوط. إزاي بقى واجب؟ واجبي المهني. حياتك في تصريح تاني قلت لكن أنا ما بدافعش على
اي قضايا اخلاقيه او طب هل تجاره المخدرات انا بتكلم انا اقصد بكلمه الاخلاقيه انا ما بشتغلش في قضايا الاداب او قضايا الدهاره او قضايا ازدراء الاديان انا ما بشتغلش فيها على الاطلاق طب وهل بشتغل ضدها طب وهي لو قلنا قضايا الاداب بص لأسوأ شيء يعني وهي او القضايا الاخلاقيه نسميها الاخلاقيه هي تجارة المخدرات دي تجارة يعني دي حاجة أخلاقية؟ تجارة حقيرة حقيرة إذن مش أخلاقية لا تحت هي المسمى حقيرة يعني. مش أخلاقية طب إزاي بقى؟ أيوة. ما فيناش تناقض بقى طب ما فيهاش تناقض واجبي إن أنا أدافع عنه إنما واجبي كمهني دي مهنتي طب ما حياتك مهنتك ممكن تدافع عن أي حاجة أخلاقية تانية أرفض أخذ هذا النوع من القضايا يعني حياتك يعني حياتك مش شايف ان تجاره المخدرات السموم جريمه طبعا السموم اللي جريمه وجريمه حقيره طب اقول لحضرتك لكن بتوافق لان هي ده واجبي كواجب ايوه بس حضرتك محلفاني متهم لما بياخد براءه جوه نفسي ببقى زعلان بتبقى زعلان ايوه طب ليه ما هو ده لانه لا يستحق البراءه هو خد براءة إجرائية ده تناقض لا مش تناقض خالص أنا بكلمك عن نفسي جوايا إنما ببارك لأهله مهنتي هقول لهم إيه ابنكم خد براءة بس أنا حزين آخر حزن ما ينفعش طب نشوف المانشيت التاني اتفضل المحامي سمير صبري لمحمد السبكي اتقي الله السينما مش تجارة لحوم محمد السبكي كل حاجة على مسؤوليتي ها؟ أكيد أكيد لا أنا اللي بقول يعني بصادق على إنها على مسؤوليتي طب. محمد السبكي أساسا كان جزار بيبيع لحمة ومؤهلات بيع اللحمة إنها تكون مكشوفة قدام الناس بس مش عيب إنه يكون جزار ما هي ده على برضو. دماغي من فوق مهنة الجزارة مش عيب لا أنا حديك الأحلى على دماغي من فوق مهنة الجزارة وكل اللي بيبيعوا فراخ والفرارجية حاضر ما أنا ما بهنش مهنة ولا حاجة جنب مهنة فأنا بقول لحضرتك ده كل واحد بياخد سلوك مهنته يعني أنا سلوك مهنتي إن أنا ما أكسرش إشارة حتى في آخر الليل بقى ليا فاضي واقفة بقف أنا خايف لأن دي مهنتي وعارف سلوك المهنة تجبرني إن أنا أعمل كده هو سلوك مهنته محلات جزارة السفكي اللي مالية الدقي ومحلات الجزارة أو مهنة الجزارة لازم اللحم يبقى مكشوف عمرك ما دخلت جزارة لقيته عاملها مكفنها يعني حياتك عايز تقول إن أفلامه كلها بقى فيها عري عايز أقول غير كده إن محمد السفكي بقى يطبق هذا المسلك أو طبيعة العمل في اختيار طبيعة العمل مش الفني برضه المهزلة اللي بيقدمها دي كلها فبيختار فيختار إيه؟ أحلى حتة عري أحلى حتة بتلو أحلى حتة وش فخدة بقى يطبق ده على الفن هو يا فندم بس عشان الموضوع ده أصله طويل جداً ما هو لازم الرقابة لازم يبقى في رقابة تمام. على المصنفات الفنية ولازم ولازم هو زي ما أنا قلت له اتقي الله يبقى هو عنده رقابة على نفسه يعني نقدر نقول لو أنا قلت لك تقول لي مين اتقي الله في يومين وبس لكل اللي بيعملوا الأعمال دي حقيقي لكتير من الناس مش ده كمان بس اتقوا الله اتقوا الله في اللي بتعملوه في البلد اتقوا الله في الراجل ده احمدوا ربنا ان جالكم رئيس زي ده بيطبل طب حضرتك قصدك ايه بالاعمال دي يعني اي حد يعمل الاعمال دي اي حد غير ده بس غير السبكي المواطن اللي بيتف في الشارع واللي بيرمي ورق على الارض واللي بيشتم واللي بيكسر اشاره واللي بتضرب ضابط واللي يطلع يشتم في مواطن تاني وينزلها على الفيديوهات اللي يطلع في احتفال طبيعة منصبه كرئيس حاجة يطلع يشتم الناس كلها اتقوا الله اتقوا الله فيكم نشوف المانشيت التاني أنا بس مش عايزة حضرتك تنفعل لا أنا عمري ما انفعل أنا حاسة إن حضرتك منفعل لا والله مش منفعل طيب بلاغ للنائب العام ضد الداليا البحيري لما طلعت في رمضان في عز الناس ما هي صايمة وقالت على عمال العمال
الغلابة والكناسين والناس الأرزقية لما قالت روح اشتغلوا ونهارتهم بطريقة مهينة جدا. يعني ايه معلش عشان برضو المشاهدين اللي مش عارفين حياتك تقول بس الواقع روحوا اشتغلوا بدل ما انتوا دايرين تشحتوا. حقيقي ما كانش عشان رمضان، عشان كل حاجة. ربنا قال كده. يعني عايز تدي ادي من غير ما تقل أدبك. أستاذ سمير ما هو ساعات إحنا بشر، يعني ساعات ممكن تكون ما تأخدتش، يعني ممكن حد يجي يضايقك من عربية، في حد يقول له لا معلش أو تديله، ما ساعات تبقى أنت طالع متضايق بتنرفز مش عايز حد يكلمك. يعني ساعات أنت أيوه. بتبقى مشغول بتتكلم في التليفون وهو عمال يخبط تن تن تن، فده بيعمل زن، فتقول له طب امشي بقى يا سيدي، طب معلش مش دلوقتي. فليه حياتك ما بتديش النية الحسنة؟ يعني ما ينفعش ليه؟ تبقى أنت قدوة وتعمل كده برضو العقاب اللي هو ما ينفعش. المفروض أنت إن الشباب يشوف فيك حاجة حلوة، لأنك أنت مشهور، دي مصيبة أنك مشهور، دي الضريبة. حافظ على الشهرة واحترم الضريبة. مش عارف تلم لسانك ابعد عن الشهرة. طب أنا هسأل حياتك سؤال تاني. في بعض الشخصيات احنا ليها فيديوهات معنا، بس انا عايز اسالك سؤال يعني اعتبره محرج جدا. الله جميل. يعني استاذ صلاح بقى يعني رئيس التحرير هو متعود على الاسئله الجريئه. وحضرتك اكتر مني. الاسئله الجريئه وحضرتك اكتر مني. الله يخليك يا فندم. اولا بس حضرتك مش الاسئله الجريئه، الاسئله الشرسه. ده أنا أيوه المرة دي أيوه في البرنامج ده. لا أيوه 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 ده بالعكس ده سر النجاح. الله يخليك الله يخليك. أستاذ سمير ولا الدكتور سمير؟ حياتك معاك الدكتورة؟ أنا معايا دكتوراه من أمريكا. دكتوراه في إيه؟ دكتوراه فخرية في قانون التجارة من سنة 2000 من جامعة بوسطن في أمريكا، ومعلقها جوه مكتبي للي داخل واللي خارج. طب يعني ايه دكتوراه فخرية؟ يعني عملت دراسة كويسة جدا، لان انا شاركت في اعداد قانون التجارة الجديد 17 سنة 99. ودي منين يا دكتور؟ من جامعة بوسطن في امريكا. طب نشوف الفيديو ده للغيتي الاستاذ محمد الغيتي ونرجع تاني. نشرته من نيويورك تايمز كده يا شباب. وادعت ان جامعه بوسطن الامريكيه انقذت فصول بالطبع. هو كان بيقول ده اللي نزل في ده من صحيفه نيويورك تايمز، هو بيقول ان معاه دكتوراه من بوسطن، فمراسل النيويورك تايمز راح الجامعه قالوا له لا ما فيش حاجه زي كده، ما فيش اساسا القسم القانون التجاري اللي هو قال عليه ان هو واخد منه دكتوراه، يعني الجامعه كذبته. يعني هل حضرتك عرفت ان نيويورك تايمز نزلت مقالة أو حاجة قالت إن أولاً القسم ده مش موجود في جامعة بوسطن؟ الأول بس أحب أنوه لحضرتك، اتفضل، الجزء اللي نزل ده كله على هذه الجريدة ده بتمويل إخواني 100%. نيويورك تايمز؟ أيوة فندم. تمويل إخواني؟ أيوة فندم. الحتة دي كانت تمويل إخواني، مدفوعة إخواني. ده حاجة مستند بكده يعني؟ طبعاً عندي مستند، ودي مش هروب لأني هرد. هو راح سأل في جامعة بوسطن على هو اللي سأل يا فندم، ده نازلة مقالة. ما هي دي معلومة مغلوطة ومنشورة مقصودة بدليل إن هم لما طلعوا صورتي طلعوني وأنا واقف في الأرشيف بتاعي، كان بيقصدوا بيها إهانة. طب ما أنت مصورني جوه المكتب ومصورني على مكتبي ومصورني، طب ليه ما طلعش الصور دي؟ بالعكس أنت مسكت الصورة اللي اعتقدت إن دي مهينة ليا فنزلتها بالطريقة دي. جامعة بوسطن أنا واخد منها دكتوراه فخرية، مش القسم بتاع الجامعة كلية التجارة. يعني لأن ما فيش قسم. ما فيش. بس هو دايما إحنا لما كنا بنسمع على الدكتوراه الفخرية أو حتى العضوية الفخرية للنوادي حتى، يعني إحنا العضوية الفخرية دي شرفية، حاجة شرفية، لكن عضو مثلا ليه عضوية فخرية اللي هو ما بيبقاش عضو أساسي. ممبر في اساسي. تمام. يبقى حضرتك اذا واخدها فخريه، يعني مكافاه دي على تقييم دكتوراه فخريه. دكتوراه فخريه ايوه. طيب. ومعروفه وموثقه
طيب نشوف الفيديو الأخير ده معنا. دكتور سمير مساء الخير. مساء الخير. أهلا بحضرتك. يسعدني استضافتكم على قناتكم الموقرة المحترمة اللي أنا بحبها جدا، وده شرف ليا استضافتكم وأشكرك. ربنا يخليك. دكتور سمير، إيه سبب الدعوة اللي حضرتك أقامتها لكي يمنع من الظهور الدكتور مبروك عطية؟ نقول لحضرتك أنا بقالي 4 شهور بحضر لهذه الدعوة، وبعد أن شاهدت كل حلقات التي يقدمها الأستاذ مبروك عطية، وشاهدت كل حلقات الشيخ فضيلة الإمام خالد الجندي وفضيلة الفقيه سعد الدين الهلالي، ولقيت المستوى اللي بيقدم به برامجه الأستاذ مبروك عطية لا يقل عن أغاني المهرجانات في ذات المستوى. هي أغاني مهرجانات أبعد ما يكون عن الفقه أو عن الدعاء أو عن الدين، لدرجة أن يعني حضرتك بقالك 4 شهور بتحضر، يعني الموضوع شغلك كده دكتور جدا سمير؟ شغلك مش عن شغلي بس شغلني جدا. لما تقعد تحضر في حاجة 4 شهور شغلني. طيب الداعية مبروك عطية، زي ما قلنا ان كل واحد ليه مدرسة، يعني حضرتك الشيخ خالد الجندي ليه مدرسة، الدكتور سعد الدين ليه مدرسة. طيب هو ليه وصل الموضوع انك تشبهه بمستوى ان هو اقل، يعني زي اغاني المهرجانات، زائد انك ترفع ليه يا راجل ما اذنبش، يعني ممكن يكون ليه اسلوب هو معين بيخاطب بيه مجموعه او مشاهدين بيحبوا طريقته بيحبوا اسلوبه، ما توصلش للبلاغ. هو نمرة 1 هذا السؤال غير حيادي، لانه تناولت فيه الدفاع عن العمل اللي بيقدمه. ده فيبقى السؤال ده غير حيادي. لا مش تناولت، انا بنقل لحضرتك وجهه. لا انا دلوقتي هو مش موجود مظبوط صح على دماغنا. ما انا مش معنى ان انا يعني بوجه سؤال كانه موجود يبقى انا مش حياديه. تمام. انا برد من الطرف التاني. اوكي اتفضل. انا بقى ارد على حضرتك. اتفضل. فرق بين الدين والفتوى والموعظه دي مصل وقيم واخلاقيات، فيجب اللي بيمارس هذا العمل او بيقوم به ان يكون مسلكه كده على حسب الماده اللي بيقدمها. الماده دي ماده مقدسه جدا اللي هو بيقدمها. طب حضرتك معترض على مسلكه في طريقه الكلام ولا معترض على ايه بالظبط؟ عايز اعرف اعتراضك. يا بيت عمل لك ايه يا بيت؟ عدم الاحترام والنعناع قولي لي يا بيت ايه ده؟ هو ده كده؟ دي مخاطبه واحده بتاخد راي بتسالك في فتوى؟ روحي عندى تسجيلات. ها من حضرتك بحضر بقالي 4 شهور، مش دي لغه تخاطب رجل دين؟ ما ينفعش. ده انا لو عايز اساله اخاف، ده انت كده اول ما هقول لك اروح هتهزقني على الشاشه. طب ليه تفتكر حياتك وصل للشهره دي مع ان طريقته يا بت وروحي وهاتي طب ايه اللي خلاه يعني دلوقتي الداعيه مبروك عطيه؟ اغاني المهرجانات. يعني ايه اغاني؟ يعني ايه علاقتها بالموضوع؟ عمل اغاني المهرجانات زي اغاني المهرجانات. ليها برضه جمهور. اديني بوسه يا بت وما اعرفش اعملي ايه يا بت، وروحي يا بت وقولي يا بت، وكشك بطحينه ولا ما اعرفش رز بقشطه، كل ده اغاني مهرجانات. طيب ناجحه جدا ومكسره الدنيا. اللي انت دايما معترض عليه. اللي انا معترض عليها. طيب. مكسره الدنيا برضه طريقه اللي بيتكلم فيها بالناس. طيب نشوف الصور معانا، مجموعه صور. اتفضل. ازراء اديان موثق وانا تقدمت بالبلاغ فيه، وحقيقي كان يشرفني ان تربطني بها علاقه طيبه أنا جدا. انا اعرف كده، انا اعرف ان كان معها في كذا برنامج. انما ما تجيش جنب الدين من فضلكم، ما تجوش جنب الدين. بس طبعا هو حق رد مكفول برضو، يعني على لو هي عايزه ترد على دماغي. طب نشوف الصوره نشوف الصوره اللي بعديها. ما يليقش يبقى اعلامي قاعد في برنامج مع وائل الابراشي ويقوم يضرب واحد تاني اعلامي، يضربوا بعض على الشاشه قدام الناس، ما يصحش. البلاغ اللي انا قدمته
أو هي قضية مش بلاغ. البلاغ القضية اللي أنا رفعتها الحمد لله خدت فيها موقف كويس. خدت فيها موقف كويس. موقف إزاي يعني؟ اعفيني كابتن شوبير، احنا بنكن لها كل احترام، وطبعا حق الرد مكفول في اي حاجه حبيبي، ويرد يقول اللي هو عايزه. طيب. لان انا براعي حاجات كتير، مش انا اللي هطلع اقول الحكم ايه، مش جنائي. ها ده كلام فاضي. طيب. يتعلق بالراي، ومش هطلع اقول روح شوف اخوك زي ما اتقال له النهارده على الشاشه. ده انا بقول له يا شوبير انا خدام، مستعد انا اللي اخد كل الاجراءات القانونيه ضد هذه الشخصيه لانها اعتدت عليك، وعندي الفيديو. طب ده شوف ده دعوه بقى يعني الكابتن شوبير يعني حبيبي حبيبي دكتور حبيبي. سمير يعني ان هو ممكن يعني هو اللي يتولى. هو انسان محترم، ملوش دعوه باخوه، لا تزر وزيره وزر اخرى. طبعا. هو ماله مال اخوه. انا في يومين وبس عايزه اسالك سؤالين قبل ما نختم. مين اللي تحب تودعه وتزوره؟ ومين اللي مش عايز تشوفه؟ ده في نفس السؤال في يومين وبس. ونخلص بسؤال تاني بقى. أبويا الختام. وحماتي. ما هو مين بقى؟ ده هتزوره؟ أودعهم وأزورهم. تودعهم وتزورهم. أبويا وحماتي وحماتي. هو ليه حضرتك قلت حماتي؟ مع ان لسه كنت بتتكلم في اول الحلقه على والدتك، يعني ليه ما يبقاش الوداع حماتي وابويا؟ لازم اروح التراب. امي هروح لها بنفسي. ايوه وممكن اودعها حتى في التليفون. امي عايشه. انما دول ماتوا، ودول اعز الناس الى قلبي. يمكن اختلاف كتير مع بعض الناس. حماتي كانت صاحبتي قوي أوي. ربنا يرحمها، ربنا يرحمها. أحن قلب. وأحن شخصية. أو واحدة أو ملاك حقيقي عرفته في حياتي. طب إيه وصيتك يا دكتور سمير؟ لمين؟ عايز وصيتك للمشاهدين، وصيتك على مستوى الأسرة. اتقوا الله في البلد دي. اتقوا الله في الرئيس ده. أيا كان اسمه اتقوا الله فيه. بص هقول لحضرتك قبل ما لا انا عايز اقول لحضرتك قبل الرحيل. قبل يعني الرحيل لو هقول كده للحاله العامه. في وصيه لشخص قريب عندك عايز يعني فكر، يعني انا شايفاك بتفكر. لا مش بفكر. حد قريب منك اقول له ابصيه بحاجه؟ توصيه خلي بالك من امي، وانا سايب لها كل حاجه وكل وفي دفنتها كرمها اللهم لمن على المستوى اللي انا سايبه لها، ربنا يديها العمر. بس من فضلك مين يا دكتور سمير؟ مين اللي بتوصيه بالاسم؟ اللي وصيه بالاسم؟ محمود ابني. ربنا يخليه لك وربنا يحفظك ويديها الصحه ويديك الصحه يا رب يا رب. طبعا انا في ختام حلقتنا النهارده انا سعيده ان حضرتك كنت موجود، وفعلا احنا يعني عايزين اكتر من حلقه، يعني الحديث لا ينتهي معاك يا دكتور، لان مواضيعنا كتير جدا والناس تبقى عايز تسالك اسئله كتير جدا، وبتعرف حاجات بتثار في الراي، يعني كل قضاياك بتثير الراي العام. انا بشكرك جدا. لا حقي ارد. واحده واحده. نعم حقي ارد. اتفضل. وانا بشكرك جدا لان انا ليا بصدق انا لسه تحت اليمين لحد دلوقتي. ايوه عظيم الشرف ان حضرتك استضفتيني النهارده. الله يخليك. انت اعلاميه مرموقه. ربنا يخليك. ومهنيه جدا وحقيقي يومين وبس. احلى برنامج واقوى برنامج عباره عن لمبه صفراء في الاشاره. اصحى انت فاضل لك 24 ساعه. الحق نظف. 48 ساعه. 48 ساعه. الحق نظف. الحق. 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 خلاص الاشاره الصفراء هتضرب حمراء. يا رب رسالتنا توصل للناس يا رب. برافو عليك في البرنامج ده. الله يخليك. برافو. الله يخليك. مشاهدينا وصلنا لآخر حلقتنا النهاردة، نلتقي بكم في الأسبوع القادم حلقة جديدة من يومين وبس.